الأوسايد ذا باول أنا عندي فاتس between the vowel loops and the fats. الفاتس شنو لونه؟ دارك جراي مو صح؟ بس أكو اختلاف معناها أكو اختلاف شاسع بين اللون الأسود وبين الدارك جراي. فلهذا أنا وول طبعاً والباول عندها وول. هذا الوول مالتنا راح يندمج ويا بريتونيا الفات. شوف هو صح أكو اختلاف بيناتهم بالبياض لكن هما بالنهاية راح يندمجون وما راح يبين الوول من هنا كلش واضح مو صحيح؟ لكن من هنا راح يبين واضح لأنه أكو اختلاف شاسع باللون. إحنا أي صورة حتى أميز الشيء لازم أكو اختلاف كبير بيناتهم. فد اختلاف يعني كبير بين اللونين حتى يتميز الشيء. لكن لما أكو في التشابه مثلا أزرق طاخ وأزرق فاتح راح يصير كأنه ما راح تتبين الحدود مال الأشياء مو صحيح؟ فأني هذا من هنا قدرت أشوف الوول. بس من هنا ما قدرت أحدده كلش مو صحيح؟ هاي النورمال. نجي على إذا كان عندي نيمو بريتونيوم يعني في ذي أرز. هاي الباول اللي بيها إير وهذا الوول وهذا بدل ما يصير عندي فات صار عندي إير يعني صار عندي بلاكنس. الوول طبعا لونه أبيض. فتشوفون شلون الوول راح يبين واضح من هاي الجهة اللي هي بيها باثولوجيكال إير ومن هاي الجهة اللي بيها نورمال إير إنسايد ذا باول. فلهذا سميت هاي الساين double wall sign. قدرت أشوف الوول from the inside و from the outside. فسموها double wall sign أو regular sign. أوكي؟ وهسه طبعاً نشوفها بالصور. الساين الأخرى اللي هو air surrounded the liver. يعني أنا الليفر عادة هو لونه مو light gray light gray ودائما دائما أكو هم fats. بس لما يكون نيمو بريتونيوم راح يحوط الليفر فراح تشوفون اكو سواد دائما داير الليفر. هذا الشيء مو مقبول. انا مو مقبول اشوف السواد دائما داير الليفر. لما اشوف السواد الاسود افسره بشنو؟ اير. اوكي؟ لهذا قلت لكم شنو تفسير الالوان حتى تعرفون لما تشوفون مثلا بلاكنس وين نورمالي اني اشوفه؟ لما تشوفون بياض كلاسيفيكيشن وين اني نورمالي اشوفه؟ اوكي؟ الساين الاخرى هو يسموها الفاسيفورم ليجمنت ساين. تذكروني الفاسيفورم ليجمنت؟ يلا، أبين هو يمتد.